ما بصدق عم تحرق قلبي وأنا خيفان علي ما في إلا عم حسه خبي كيف بتعمل هاي وحياة العشق اللي بقلبي أنا مثلك موجوع غمريني ودقات القلب رح تحكي الموضوع اللي عملته ممنوع ما تجملني بتموت مجنون فيك وما في اترك قلبي هيك اللي عملته ممنوع ما تجملني مجنون فيك وما في اترك قلبي هيك بعرف انك بتحبيني وانا بحبك مجنون وعديني بحضنك تنسيني وسوا في العيون مش يمكن هيك كذب جديد وناوي ترجع هيك دفعني حقا تنهيدي وارجع موت عليك اللي عملته ممنوع جملني بتموت مجنون فيك وما في اترك قلبي هيك مجنون فيك بعد رامي يا الله أول شي بونجور وتاني شي أنا مش رامي أنا مديرة المجال اللي بيشتغل فيها رامي أهلا مدام رامي حكالي عنك مبارح بس سوري ما قدرنا نقطع لعندك فيني أسألك سؤال إذا البنت حلوة والدلد بيقولوا بيلبق لها بس إذا الشاب بتدلل والبنت طلبت منه طلب صغير بيقولوا عنه شو؟ مغرور بليز ما تفهميني غلط عن جد القصة وما فيها أنه أنا ماني جاهز بعدين ما عندي إكسبيرينس فيه كفي بليز؟ لا مسيو ما بدي تكفي رح أخد عنوانك من رامي وبعت لك الشوفير إذا أنت حبيت تضلك نايم تحر بالنهاية الشوفير رح يكون ناطر قدام بيتك أوكي باي ألو؟ ألو؟ سكرت ما أقولش مهضومة بس مجنونة طيب يا جماعة بحال الزلمة ما راح على التصوير خلي يكون عنا بلان بي رامي صاحبك رايح خلص طيب بس أنا عم أقول بحال ما راح قلت لك إنه رايح روح جهز حالك ولو يا زلمة معقول عندك شك بقدرات كلارا السحرية؟ حبيبي يلا بلزم معك بدي خبرك شيء خير شوفي بارح لما فليت من عندك كان سام تحت البناية وكان بده يطلع لعندك شو؟ لا وكان مصر يطلع بس أنا قلت له إنك نمتي وخليته يوصلني بس ما فيها خبرك شو صار شو صار؟ كان شربان كتير وطلعت معه بهالسيارة وبلش يطوطح فيي شمال ويمين ويمين شمال ايوه شو حكيته؟
جربت اسحب منه حكي لعارف شو هو الموضوع اللي بده يحكيكي فيه ويرجع يقول لي سارة الموضوع بيتعلق فيي وبكلارا، ما قدرت اعرف شيء. اصلا انا ما بيهمني اعرف اصلا. اصلا طلعي بعيوني فارس عم بعاند لك، روحي من وجهي وعلى السريع على السريع روحي. عارف وجهي يا اهلا بجدي. تفضل تفضل نور القهوه يا جدي. شو هالمسخره هيدي يا اولاد؟ هذا مطعم ديسكو، بعدين لشو كل هالالوان هيدي؟ بعد ما ناقص الا الرقصات. جدي شو رقصات وشو ديسكو؟ قرب جدي اقعد اقعد هلا شوي شوي بتعود على المطرح. اسرح وين بدك تسرحني انت وياه؟ لسه ما وصلت بدكم تسرحوني. اعطيني كلمه على جنب. على المطرح على المطرح. نفسي جدي دقيقه وبنرجع لك. ليش قميصي منه مكوي؟ أنا قميصي مكوي، منو مجعلك مثلك ومثله؟ مفهوم؟ جدي بنرجع لك. ها بترجع؟ بنرجع لك. ليش وين رايحين بلا الزغرة؟ اوعى تتركوني. ها جدي مش رايحين لمطرح، باقيين هون. أنا مجنون؟ أنا مجنون؟ يا بلا تلباية أنت وياه، روح من وشي، روح من وشي أنت وياه، روح. بدكم تضربوا. إذا مبلشين هيك كملت معنا. جدك رح يخرب لنا الإيمج اللي تعبنا عليها. هي وقفت على الإيمج رح يطير لنا الزبونات كلها. لازم نلاقي حل وبسرعة كمان. هي ما في حل، بدنا نتعوض. ليك ليك مالك قادر آخذه بالزاوية ليك. يا إجري. شباب كتير. برستيجنا. شانتي يا شانتي. يس مادام. وين مستر؟ يمكن راح. لوين راح؟ ما بعرف. طب اعملي لي قهوة. اوكي. لا هيدي مش حالة. فروحة حبيبتي بوجورك. سارة أنا حامشي هلأ على لوكيشن التصوير. وصاحبك؟ مفروض أنه على الطريق. دخيلك يا رامي، اوعي غير رأيه، أنا اليوم لازم أعمل الشوتينج. وكلا ما تعتلي هم، بدك شي مني قبل ما أروح؟ لا سلامتك. يلا باي باي باي. هاي رامي. بونجوري. يا ريت تدق على الباب بالاول. اذا شيء انا صاحب الشركه وانا شريكتك بالشركه، ماني موظفه، ويا ريت تتذكر هيدا الشيء. في مجال ننسى هالمواضيع هلا وتركزي معي لانه عايز احكيكي ضروري. اذا شيء خصو بالشغل خلينا نقعد بعد نص ساعه، هيك بكون تاكدت انه التصوير قلع. او بقول لك
بعد 3/4 ساعة. كلارا ليه عم تعملي هيك؟ شو عم بعمل؟ شو اللي عم تعملي؟ كل ما بدي احكيك بتتهربي مني ليه؟ بالعكس، نحن هلا عم نحكي مع بعض، ودايما لما بشوفك بنحكي سوا، ما عم بتهرب ولا شيء. عم تتنمردي؟ ابدا. يا سارة، مشي رامي على التصوير؟ جريت. قولي لفارس حضر الديزاينات ويلا جاي لعندك. يعني نص ساعة بكون عندك بالمكتب. ويا ريت الموضوع اللي عايزني فيه يكون خاصه بالشغل وبس. بس لو بتعرفي شو عم بحس من جوا، بس ولو بتعرفي قد ايه محتاج احكيكي. شو بك؟ قلت لك انه فارس ما خلص الديزاينات. اتركيني من موضوع الديزاينات، عم بتهرب منه. سام هون؟ ايه، وصر يحكي معي وانا ما بدي. يا اختي لازم تفوتي تسمعي شو بده. ما بتخسري شيء. ساره انا خسرت وخلصت، ما كرمل هيك فوتي اسمعي شو بده. لو بدها تضربي قدامي مش رح احكي معه. اخ يعني انا بدي افهم هيدي كم بخش بتعمل بالضربه. لك شو هالقلت اللي بيجيبوا لنا اياها على الشركه؟ لك هي مثلا سنين. بونجور. اهلا وسهلا، كيف بقدر ساعدك؟ فرح خطيبته لسام وجاي يشوف. اهلا وسهلا. يلا رح اعطيه خبر انك ما في لزوم تعطيه خبر، ما بدي اذن تشوفه. بس هو لانه طالب على طول نعطيه خبر. مستعجله وين المكتب؟ يلا حاضر. كمان ما في لزوم تجي معي. وين المكتب؟ بتاخذي شمالي. ميرسي. فوتي. سيربريز. فرح. ايه فرح، اشتقت لك كثير وما عم شوفك بالبيت، فقلت بجي بشوفك هون شوي. بس شو عرفك اني بالمكتب؟ وين بدك تكون يعني؟ لا انا لي فتره ما عم بجي على المكتب ابدا، ما تكون امي قالت لك. مش مهم مين قال لي، المهم اني جيت وشفتك. ولا مزعوج؟ نو ابدا ابدا. ولا مشغول شيء؟ عندي شوية شغل بدي اخلصهم. ايه مش مشكلة، نص ساعة ما بيأثر. شو ست جويس مبين عنا؟ مش عأساس دخلك اخذ فرصة؟ وغيرت رأيي فيها شيء؟ لا بالعكس، اهلا وسهلا فيكي. مرسي. تكرمي. ليكي هيدا البنت اللي كانت فاتت من شوي على الشركة مين بتكون؟ وانت شو دخل اهلك بالموضوع؟ هيدا خطيبته للاستاذ، ما هيك؟ ايه ارتحتي هلا؟ انه شوي. معقول حدا بكون عنده الست كلارا ببدلها بوحدة تانية؟ عزيزة روحي على شغلك بسرعة. فكرت هالفرصة رح تحسن لك طباعك شوي مثل بعضها، دق المي مي. ليش شو بهم طباعي؟ خير؟ شو فيني شي بده يتغير؟ بتغاري مني جوز، عم بتغاري مني. في شي محيرني. سام ما كان هيك. شو قصدك؟ كيف يعني ما كان هيك؟ يعني نازك من يوم يوم ما بتحبك ولا بدها اياك تكوني مرت ابنها. هلا من بعد 3 سنين تأسيس مجلة وخطبة صار سام بده يعمل لنازك اللي بدها اياه؟ في شي بشخصيته مغير؟ ليه ويني شخصيته؟ قولي لي ويني شخصيته لسام هلا؟ اكزاكتلي هذا يلي بدي اقول لك اياه. مش طالع بايدي شي، والله مش طالع بايدي شي. طب خلينا نقعد ونحلل ونفكر انه ليش سام شخصيته صايره ضعيفه قدام نازك. ما بهمني لا سام ولا امه، خلص طلعوا من حياتي. هلا سام ناطرك جوا، فوتي شوفي شو بده. ابدا لو بده تطرق الدنيا مش رح شوفه. يا كلارا فوتي شوفي، ما رح تخسري شيء. حاجة كبري راس.
أنا عم كبر راس، وإذا كبرت راس بحق لي كبر. يا أختي بحق لك تكبري راس ومعك حق فهمنا، بس فوتي شوفي شو بده. ما بدي سارة، ما بدي. فوتي هلا كلارا. بعد ما ناقصني أنت خلص رح فوت. حبيبي أنا كنت بدي أقول لك إنه أنا كتير مقدرة وضعك، وبعرف إنه كل حدا قبل ما يكون بده يتجوز بيكون مرق بستريس وضغط، ف أنا بس كل اللي فيني أقول لك يا تريحك شوي إنه أنت كل حياتي وأنا كتير بحبك. بعدين أنا بوعدك إنه خليك أسعد إنسان على وجه الأرض. سري بيجي بغير وقت. لا ما في مشكل دموزيل كلارا، أنا بعرفك من ورا التي في والمجلات وكتير بحبك. ثانك يو حياتي. سام ما بدك تعرف دموزيل كلارا علي؟ بلا أكيد ولا فرح. فرح خطيبته لسام. تشرفنا. تفضلي. ميرسي. من شوي قلت لي انك عايزني بموضوع خاص ومهم ما خصه بالشغل. بما انا الدمازال فرح حدا مش غريب، فيك تحكيني قدامه، لانه مش مفروض ابدا تخبوا شي عن بعض. شو سام؟ عم بسمعك كتير منيح، ويا ريت تستعجل لانه عندي تذكير عدد مثل ما بتعرف. شوف الموضوع مش كتير مهم، ما قصدي مش مهم، يعني منه ضروري. انا بفضل نحكي بوقت تكوني حضرتك فاضية اكتر. ها اوكي مش ضروري، مع انه خبرتني انه كتير ضروري وصار لك فترة لحقني تتخبرني اياه. anyway رح اترككم تاخدوا راحتكم وروح كمل شغلي. تشرفنا يا دموزيل فرح. صح فرح. باي. شو بكي؟ شو في؟ ماشي راسي عم يوجعني، بليز اعملي لي قهوة. والله شكلها الحرب العالمية الثالثة اليوم بلشت. أروي أنا راح أجيب لك الخبر اليقين. كبيرة يا عزيزة. يلا نزار جايز، نحن رح ناخذ بريك 15 مينتس، فيكي بهالوقت تغيري ثيابك. انت ما قلت لي انه بنغير ثيابنا 100 مره بنهار؟ بس فوتو سيشن اكيد ما بينعمل بقطعه واحده. ايه لانه انا صار لي 100 سنه موديل. بس بتعرف شو؟ عن جد مبين كانه صار لك 100 سنه. شفت كيف؟ بس ما قلت لي كيف قدرت تغير لك رايك المديره؟ صراحه استحيت وما كان لي عين، قلت بعمله. يلا المهم جيت وحليت لنا المشكلة. ايه بس خلص هلا. ايه انا من عندي ما في مشكل، بعطيك رقم المجلة دق وقلها انه خلص. طب هلا شو بدك؟ يلا باقي. لكن ما تضيع لي وقتي، روح غير ثيابك بسرعة. هيك هيك. فيليب بدك تساعدني. يلا يلا.
تفضل. أهلا ميرا. عرفت إنه التصوير بلش، قلت أنا أكيد صار عندك وقت لنحكي شوي. مش قادرة أحكي بأي موضوع. بس الموضوع مهم. في حدا مات؟ حدا صار له شيء؟ لا بس إنه بينطر لبكرة. لبكرة لبكرة. بالإذن. تفضل. جويس في حدا حدك؟ كثير منيح. خطيبته لسان بعدها عنده ولا فلت؟ ايه بعدها عنده. ولك ما بعرف عشو خطبها مستر سام، انه شو شايف فيها؟ ما شايفها قد شايفه حالها ولئيمه، ولك حي بقشره. هو حر بالنهايه، هو رح يكمل حياته معه. اسمعيني جويس، بدي منك شغله. اول ما بتفل من عنده بتتصلي فيه وبتخبريني، وبليز ما بدي حدا يعرف. خلص خلص ولا يهمك انت. بدك خلي عزيزه تعمل لك شي فنجان قهوه او شي سخن؟ عملت لي قهوه عم بشربها، بس ضروري اول ما بتفل بتخبريني. اوكي؟ ثانك يو. شو هو هيدا؟ لك ختيار النحس. هاي ميرا، ان شاء الله ما انك زعلانه من هذيك المره. لا سافا مش الحال. شو عاملين بلا دجور؟ صراحه ما لحقنا نعمل، لانه طلعنا جبنا جدي بكير من الضيعه، ما لحقنا. اذا بدك شيء بنحضر لك على السريع. هلا اختيار النحس هيدا شو تكون؟ ليه شو في؟ ماشي خلص انسى. anyway ليك عامل لي برجر من اللي بتعمله عادة. اوكي ثواني. جدا كمان هير كمان هير. شو هيك جدا؟ عندي شغل. اللي هالأمورة اللي قاعدة هونيك بوشي زبونة دويمة. بعدين جدي بعدين. مين سعدان ودان؟ أنا سعدان. روح من وشي روح من وشي. كيف الأمورة الحلوة؟ الحمد لله. بحب أعرفك على شخصيتي، أنا بكون صاحب هالكباريه كله. أي كباريه؟ يعني الديسكو اللي أنا وإنت فيه يا حبيبي. قصدك الكفة؟ لا بدك تعملي لي كفان ولا؟ شو حكيت معكي متموزي؟ ما حكيت شي معكي غلط أبداً. عم الله يرضى عليك، رجع على طاولتك بليز. بليز؟ شو بليز؟ إبليس اللي ياخدك ولو لك الحق علي، أنا اللي عملت لك قيمة. وبعدين بدي أقول لك كلمة، يعني ما حلو ما تويغزيني طلع خلقي. قال القلب يحشق كل جميل. بتصدي أنت بتشبه المرحومة رحمة الله علي، كينو شبهوة بنجاة الصغيرة اللي بتغني أوعدك وإنت قريب. شو عم تعمل عم؟ ما حبي بقدم لك هدية، عربون حبنا، حامضة حبنا. رصاص قل لهم يلغوا لي الطلبية خيي، ما بقى بدي آكل. عمرك ما تاكلي. قال بدي أعمل خير معي يا ديعان شبوبيتي، أنا باكله ولا بعمل علي جوطة ليموناضة والقشرة بعمله مربى الحامض. يا سلام يا سلام يا سلام. حبيبي شو رأيك نطلع نتغدى سوا برا، ومن بعد الغدا بترجع على الشغل؟ ليكي عبالي بس مش كتير جوعان، نخليها مرة تانية. بليز حبيبي عن جد أنا كتير عبالي. بعدين من هلأ تكينا وصلنا على المطعم بتكون أنت جعت وأنا جعت. بليز. طيب ميرسي. يلا خلينا نروح قبل ما نتأخر. ايه جويس؟ اوكي اوكي.
يا خي حاجة تنق علي ما بدي حل عني. خلص بحكيك بعدين باي. شو بك يا عزيزة مش ايش عقدامك؟ شو طلعوا؟ من دقيقتين فلوا. مدري مين المش ايش قدامه؟ قلتي شي عزيزة؟ لا عم غني ومن الشباك لرمي لك حالي. كمان ممنوعة هيدي بالشركة؟ لا بالعكس هي أكثر غنية لازم أنت تغنيها. ارمي حالي. اشربي قهوة اشربي. ما بدي اشرب قهوة ما بحب. أحسن. من إيديكي. يي بعدكم هون؟ إيه. إلي حظ شوفك مرتين اليوم. رح تصيري تشوفيني كثير لما تصيري مرت شريكي. ما بتصدقي ساعتها شو بكون مبسوطة. وأنا كمان يا فرح. صح. بكرة لما أصير مرته لشريكك رح تبطلي تنسى اسمها. إيه أكيد. شوفي اللي؟ صراحة لا عندي لانش بريك. كثير حلو. أنا وسام كمان رح نتغدى. شو رأيك تجي معنا؟ لا بفضل تروحوا تقعدوا تتعرفوا على بعض أكثر، ما تنسي موعد العرس قرب. بالعكس، نحن كثير رح ننبسط إذا جيتي معنا. مش هيك حبيبي؟ أكيد. أوكي، ليش لا؟ يلا لكن. ظلموه إن قلب الخاين ظلموه وعدوه. ميرا وين؟ منيرة؟ ميرا البنت اللي كانت قاعدة هون؟ سميرة يا حرام إجاها تليفون صرت تقتل بحالها وتبكي وتنوق وروحي تركض يا جدو. ميرا؟ ايه هيتن هيتن لهون أنا بيكلهم عمرة ما تاكل إن شاء الله. روح على شغلك أنت روح. جدو كل معي معلش. صحتين لسا بيقول له سعدان، لأنت سعدان أنت وأخوك، شو هالمربى هيدا؟ يا لطيف هي. يا سلام شو هالبطاطا هيدي؟ حقيقتي هي ذاك البندورة كيف زغروها كانت قد العلبة ذاك صورت بحصة. يلا. هذا أكل فرنجي هون. اضربوا أنت وهيك أكل. ما في أحلى من الكبة. المشوية والمقلية يا روحي عالكباب لما تاكلوا ساخن صحتكن. يلا ثانك يو جايز خلصنا واخذنا كل الصور اللي نحن بدنا اياها. واخيرا على اساس كان عم تنحط بالصخر من الصبح. طالع عبالي هلا بيتزا وبرجر بشرفك خلينا نروح ناكل. يلا هلا بنروح على فرنسا انا وياك. كفي اللي حد شغلك؟ ايه طب يلا غير ثياب انا. اوكي اي ساعه رايحين على فرنسا؟ هلا بدي غير ثياب ونضب ومنروح. بس ليك انا ارت دايركتر مش الاسيستنت تبعك. ايه يا تعال ساعدني يا سام. لما يكون عم ياكل ما بحب يحكي. بالعكس سام بحب يضحك ويمزح وينكت خاصة لما بيكون على الاكل. بس شكلك ما بتعشي كثير منيح مش هيك؟ شركة تيم ورك دخلك ما مش عم حسهم بالقبل هون. شو قصدك على الاعلانات يعني؟ ايه انت بتعرف انه هلا مش هاي سيزن وكل الاعلانات اصلا خفت. بس حكاني امبارح فادي وقال لي انه مضي مع شركه كثير كبيره بكوزماتكس لمده 6 شهور
وان شاء الله بكره بيجي على المكتب ونمضي العقد سوا. وانا ليه ما عرفت من الموضوع؟ ليش اصلا انت عم تيجي على المكتب؟ سام معذور بهالايام، بتعرفي معجوق بالعرس، سو ما بينلام. حبيبتي انا مش عم لومه بالعكس، بس عم خبره ليش هو ما عنده فكره بالموضوع. يعني انا بعتقد انه ما دام هو جي ام بالشركه فيكم تبعتوا له ايميل، يعني انا ما خصني بس انه عم بقترح يعني. بيتزا رائعه. وكل هيدا ما عم تتدخلي؟ انا بس عم بعطي وجهه نظري. جي ام الشركه هو سيسي على كل ايميلات الشركه، بس شكله هو ما عنده وقت يفتح ايميلاته. لا انا غلطانه؟ ابدا مش غلطانه، بس انا على الفتره راسي مش معي. أنا بدي أستأذن، بدي أقوم على التواليت. خدي راحتك، تفضلي. ميرسي. شو له معنى هذا اللي صار كله؟ بعدين كلارا بليز، ما بدي إياك تتضايقي بس تكون فرح عم تحكيك بالطريقة وعم تقول لك أي شيء. سام، أنت مش مضطر تبرر لي أي شيء أو تقول لي أي شيء. أصلاً مش مفروض نحكي بأي موضوع نحن اثنين. وإذا كنت مفكر إني أنا متضايقة تبقى غلطان. أنا لو كنت متضايقة أصلا ما كنت جيت لهون. عم بتغدى معك أنت و شو كان اسمه؟ شفتها هيدي؟ هي مديرتي اللي حضرتك حبيتها قبل ما تشوفها. الو، ايه خلصنا من شوي وجيت انا ورفيقي نتغدى. شي نص ساعه بجيب الصور وبجي على المكتب. كثير منيح، فاذا بنوصل سوا على المجله. بس بليز قول لصاحبك خليه يجي معك مشان اعطيه حسابه. اوكي هلا بقول له. يلا بشوفك. باي باي. هلا بنخلص غدا وبنطلع وياك على المكتب. بعرفك على مديرتي وبتاخذ حسابك فرد برا. اطلع معك على المكتب؟ لا لا لا. شو عندك؟ ما عندي شيء بس مالي جلال. لك يا خي ما بدك حسابك؟ خذه انت ولقي لي على البيت. مثل ما بدك. طيب ومش ناوي مطلوب؟ بلا اكيد. ريكي. يا اهلا بالشباب، يا اهلا بالشباب. نورت. شو بعك بتعملينا؟ والله اليوم مش عاملين طلب شو، سائب تحظكم. نزل اللي بدك اياه ما عم ناكل، خورين. لك تكرم عيونك. اوعى تطلبوا همبرجر، هون ما بيعملوها طيبه، ما بيعرفوا يعملوها. واللحمه منها طازه، شكلها لحمه بسينات. اه بسينات. الله ينجينا. الو؟ اي نعم. ايه عزيزة؟ مبارك ما عملت ست نازك، عروسة ابنك بتجنن. شو طول، شو كسم، شو جمال، بتاخد العقل. وهي والاستاذة اسم الله اسم الله شو لابقين لبعض. يعني بدك تقولي فولة وانقسمت اتنين. لا لحظة، شو فولة؟ بدك تقولي قمر قمر وانقسم شقفتين. شو بتريدي؟ لا بس انا عم تلفن لبارك لك وقل لك ان شاء الله يا رب بيتهنوا. ايه كانوا هون وطلعوا، طلعوا ثلاثتهم سوا. ثلاثتهم؟ مين يعني ثلاثتهم؟ اه كلارا كانت معهم، لوين راحوا؟ طيب اوكي، ميرسي عزيزة، ميرسي. والله منك هين يا كلارا، ما رح تعرف تقعد عيلة.
بعدك مصرة على قرارك؟ ايه هلا كل ما تشوفني حتسألني نفس السؤال. قصدي انا ما بفهم كيف بنت تنزعج اذا شب اهتم فيها. مش مزعوجة بس ارسلني هالسؤال 100 مرة وصرت تعرف جوابه. خالد ما تزعل مني بليز. ما نزعلان منك. اصلا انت اذا ما تصرفت هيك بتبطلي انت. شو قصدك يعني؟ هيدا كاركترك يعني. هالقد بشع؟ لا، هالقد انت ميرا. ما بتشبه حدا. صحتين. ولك شو بك انت بتدق لدبق وتنق ولخلصني منك؟ ما عاد فيني اخذ اجازات. ولك معقول راسك بدي اخذ اجازه لروح فوتك على الحمام؟ روحت فرصتي السنويه وانا فوت فيك على الحمام. شو بعمل لك حوضك مكسور يعني انا؟ حبيبي بتعرف شو؟ دق لامك خليها تجي تاخذك لعندها وتريحني منك. هل عني بقى؟ شو هيدا يا شيخ؟ شو بكي؟ لك هيدا البهيم جوزي قال شو بيقول لي خدي اجازه تعي فوتيني على الحمام. لك معقول منطق؟ ضحك انت ضحك العمى ولو بعدين لقيته بالماي مش مثل اللي مجوز حرامي مثلي. كيف كان تصويرك؟ كثير منيح. اجت كلارا من برا؟ ايه هلا وصلت قبلك. طيب قولي لها رامي وصل راح ينزل الصور ويحطهم شير فايل. اوكي حبيبي يلا يلا باي. الو ايه وصل رامي هلا وقال حينزل الصور على الشير فايل. اوكي جويس يلا باي. خبريني شو صار؟ إذا بدي خبرك شو اللي صار بده ينسم مدني. اسمعيني سارة مخنوقة مشتاقة أقعد بالمجلة. رح خلي رامي يعطيك الصور وأنت نقي اللي بدك إياهم نزليهم بالعدد. بفهم منك ما رح تجي بكرة؟ مخنوقة. مخنوقة ومتضايقة يا سارة. إيه بس نحن عم نسكر العدد. ماشي الحال، باقي الصور اللي صورون آخر شي رامي، وكم موضوع صغير، مشي حالك. كلارا؟ انت منيحة؟ ما بعرف يا سارة ما بعرف. طب خلص روحي ارتاحي بالبيت وانا عشية بتطمن عليك. اوكي حياتي. لك لو بصير لي اقتلها هيدي النازك. مجنونة. تحكي انت. ليش حسيتك رايحة عالسبا؟ لانك بتفهميني. سام شو عم بتحاول تعمل؟ معك حق ماما بس مبارح سبا سبا خلص مبارح راح مع مبارح. شو كيف كان الغداء؟ عادي. كيف يعني عادي؟ يعني بدك تخبريني ما قعدتي انت وفرح وخبرتك انه كلارا تغديت معنا؟ نو طيب هلا صرتي تعرفي. ايه بس لحظة لحظة قبل ما تقولي لي اي شيء فرح هي اللي عزمتها لكلارا. اها والله من هيني هالفرح. بدك شي ماما؟ نو بونجور. بونجور اهلا. كيفك يا حلوه؟ اهلا وسهلا مدام كلارا. كيفك؟ وين هالغيبه؟ بعجقه هالدنيا وين بدي يكون؟ شو عنا اليوم؟ صراحة عندي وقت ومودي مش ظابط، قلت أنا بيجي لهون بتظبطوا لي. أهلا وسهلا فيك، تفضلي تنفوت لجوا ويهتموا فيك الصبايا. أهلا وسهلا. ماشي. أي ساعة بتخلص اليوم؟ إنه ما بتعرفوا لماريو، كل ما يخلص دوامي بيطلع براسه مشروع بتمد معنا ثلاث أربع ساعات زيادة. بس أنا ما عم شوفك بهالحالة. زعلان مني؟ كثير. وهلا؟ شوي. وهلا؟ أو مون جو! سي با فغي. لا شكلكم اخر رواق. شو رايكم ازرع لكم بنص الاتوليه شجره خضرا كبيره تفيع على حبكم وترسموا عليها قلوب وتكتبوا اساميكم؟ يا عم انا فاتح اتوليه هون او مقفل على الشيء. شو بكم خلصتوا؟ فيليبو راي دغري على المكتب وسالم كبيت مي وسكر وبلا قله ادب. لك يا فيليبو وينك؟ ما صرت؟ عامل اللي فيها مهذب هلا. تفضل اقعد. علي راسك. وين صار الشغل اللي طلبته منك؟ على بكره ان شاء الله بكون كل شيء جاهز. معلوم. ما في وقت حبيبي.
مانك مقضية حب وغرام مع سليم لاتوليه. سليم وين صار المي والسكر؟ حطيها هون حدي واختفي. إذا بدك شي أنا برا. ويا محليك إذا ما ضليتي برا. اختفي. الشغل اللي طلبته منك بدي إياه اليوم مش بكرة. مستحيل رح يخلص اليوم لأنه ما لأنه شي. بكرة بتخلص رسمات الديكور وننفذهم تاني يوم. اختفي من وجهي إنتك تاني. كلارا حسيتك مش رايقه معك اليوم. سوري شو قلتي؟ مش عبعدك. بالعكس انا كثير منيحه. ومسيو سام كيف؟ سام ايه كثير منيح الحمد لله. الحمد لله. اهلا وسهلا حبيبتي. بتعرف ما بحسدك على الموقف اللي انت فيه. شرفي علي قديش انا بحكي. ايد ساكت مثل الاهبل وفرح نازل قصف بالجبهه وكلارا يلا مش عم توفر. سام انسى ما تحط بقلبك ما تحط بقلبك. لك شو ما حط بقلبي انت كمان؟ كثير حاسس اني اذيتها لكلارا اليوم مع انه انتبه هي جربت ما يبين عليها هالشيء يعني. شوف بدك احكي لك معها؟ لا خلص انا حكيتها وانا ضايقتها انا لازم ارجع احكيها. طيب وهلا؟ هلا لازم امشي عندي مشوار ضروري اعمله. شو صاير عم تخبي علي؟ لا يا برو بس يمكن اللي روح اعمله ما يصير اصلا. احساسي بيقول لي انه اللي رايح تعمله رح يصير. جود لك حبيبي علوش. بسط شو برو؟ شو ريس؟ دخلك رامي وين مختفي؟ رامي بس يخلص شغل بينام قبل السهرة. هلا هات حلوانة البشارة. هيا بشارة اللي تلك شغل حلوف. تفضل. شو هو؟ مين هو؟ ما فهمت شي. هيدي شركة ادفرتايزنج اند ماركتينج اسمها تيم وورك، مستلمة كذا شركة ومن ضمنهم شركتنا. هو المعلم بيجيبولنا الإعلانات بيعملونا الكامبين والأوتدور وهيك. طب حلو. حكيت اليوم فادي صاحب الشركة وسألته إذا بحاجة لحدن وقال لي إيه. وكانوا من فترة مجلتنا طالبين منهم حدن للماركتينج فطرحت اسمك وعجبته الفكرة. لك أكيد أنا إن؟ لكن أنا بكرة الصبح أول ما بوصل على المكتب بياخد منه موعد بيناسبك بكرة ولا غير نهار؟ كل ما سرعنا كل ما أحسن خيي. تمام لكن طلباتي رح تكون قليلة، بدي وحدة أمريكان كوفي. انت ما بتعمل شيء بدون مقابل. القط رح اعمل لك اياه. تؤمر. قد ما بحس بالوقت لما اكون معي. وانا كمان ما بحس بالوقت لما اكون معك. بس بتعرف سام شو حبيبي شو بدي اعمل تبطل حبك هالقد؟ بس ليه بدك تبطلي تحبيني هالقد؟ لانه خايف. خايفه مني؟ خايفه على حالي، خايفه حبك اكثر وانت تتركني. انا اتركي؟ يا خوتي انا اتركي؟ خليني خبرك شغله. شوفي يا بنت، منو هالمجنون اللي بيكون عنده بنت بهالجمال بهذا الجسم؟ هو العيون، هو الشفاف،
بهول الشعرات وبيتركها. كلارا انا زمتك ما بدي. خلص سام، قلت لك ما تجيب سيره الموت. اوكي اوكي اوكي. بتعرفي بشو عم بحلم؟ امتى بدي تصيري مرتي؟ انا كمان عم فكر بالعرس، بالتحضيرات، بالفيطه النار. بس نسيت. شو بكي؟ نسيت الطرحه. يا علي كيف نسيت الطرحه؟ ايه نسيت. شو مش الفنيرة كبيره؟ ايه. لا بدنا نعمل شيء، خلص بنجيب احلى طرحه يا حبيبي. بس في شغله كثير ضروريه نسيت اقول لك اياها. ألو؟